ناخد مداخلة من الشاعر أحمد زايد ونسمع طبعا شعره الجميل بمناسبة العام الجديد. شاعرنا أحمد زايد، أهلا بيك وصباح الخير. أهلا بحضرتك الكل وبمشاهدينك الكرام. كل سنة وحضرتك طيب وكل العالم بخير، ويا رب إن شاء الله دايما مصر تكون بخير. اللهم أمين يا رب العالمين وحضرتك بخير يا رب. اتفضل سمعنا شعرك النهاردة، شعر بالعامية ولا الفصحى؟ العامية إن شاء الله. اتفضل. العام القديم انتهى والعام الجديد اهو جاي، هنقول للجديد هلو ونقول للقديم باي باي، والعام الجديد راح نعرف نتعامل معاه ازاي، وهنقعد معاه في السهرة وندردش ونشرب شاي، ورجاء الجميع يتفاءل ويرحب بهذا العام، ويزيد العمل والناتج ويقلل فيه الكلام علشان الأمور تتعدل وتعدي بخير وسلام، وما بين الجميع يتقسم الخير اللي جاي قدام. ده الحلم الكبير اتحقق بقى واقع ومش أحلام، والشعب العظيم اتحرك ولا يمكن في يوم حينام، وأخويا المسيح معايا بيحافظ على الإسلام وحيفضل معايا تملي ونحافظ على الأرحام. وهنيئا لمصر بلدنا عالصورة وعالبرواز في الفرافرة وبورسعيد وقناة السويس والغاز، وهنيئا لقادة بلدي عالحكمة وعالإنجاز، والصورة الجميلة لبلدي في الراديو وعالتلفاز. وبقول للي شكك فينا بكفاية بلاش تنطيط، دي بلدنا الجميلة سفينة مش ماشية إلا بالتخطيط، والعام الجديد هنقابله بالفرحة وبالزراغيث، ولا نترك مكان للخونة والمرضى ولا العفاريت. وكل عام ومصر وشعبها والأمة العربية بخير وسلام. كل عام وحضرتك بخير شاعر أحمد زايد، شكرا جزيلا ليك، وشعرك دايما بيمتعنا في المناسبات المختلفة. وأحلى حاجة بقى قلتها أن الناس تبقى شوية متفائلة بهذا العام. أنا عارفة أن في حاجات كتير قد تكون عدت علينا، وفعلا أنا قلت ده في الأول، ولكن احنا دايما متفائلين ودايما مشرقين، ويمكن أكتر حاجة ممكن تخلينا متفائلين أننا ما نركزش بس على الجانب السلبي، ولكن نحاول نشوف الإيجابيات. يكفي بجد أننا في عام 2015 فعلا عملنا عمل عظيم العالم كله كان بيشهد به، هو افتتاح قناة السويس الجديدة، بالإضافة طبعا إلى أننا خضنا الانتخابات البرلمانية بمنتهى النزاهة وحققنا الاستحقاق.